على المنظر ده الجملة دي كانت تعليق لفت الأنظار جدا وطبعا بطبيعة الحال ده عادي أنه كل الرأي العام وكل الصحافة دلوقتي بتتابع الخطوات الأولى لوزير النقل الجديد كامل الوزير بتتابع الخطوات في أول زياراته في أول تعاملاته مع هيئة سكك الحديد مع الوزارة ككل وزارة النقل بعد توليه الحقيبة فعلا النهاردة وزير النقل كان بينتقد مسألة إنه قطع الغيار الخاصة بجرارات الأطرات متنطورة متنطورة في حتت كتير وأكد إنه القطع الغيار دي لازم تبقى متنظمة يتعمل لها تخزين جيد يتعمل لها تنظيم إزاي تتحط وزي يعني إزاي تتخزن وإزاي تستخدم النهاردة كان وزير النقل موجود في جولة كان في أكثر من مكان برج الإشارات الخاص بحركة الأطورات الوجه البحري كان بيقابل المسؤول عن البرج مسألة المحافظة على المبنى تفاصيل كتيرة جدا يعني هي تفاصيل لا نهائية في الحقيقة في انتظار الوزير كامل الوزير من اول الركاب للتعامل مع عدد الركاب في قطر اسكندريه قابلهم سالهم عن مواعيد الموع... القطر اللي هم مستنينه كان بيتكلم معاهم كان بيتكلم النهارده عن في الاجتماع اللي حصل النهارده كان من اللافت كمان بيقول انه يعني احنا مش هنقعد هنا نتكلم كتير كان بيقول دي اخر تقريبا هتبقى اخر مره نتقابل في المكتب بعد كده المقابلات هتبقى كلها ميدانيه في الاماكن المختلفه قال للناس النهارده تاخدوا تليفوني وتكلموني لو القطر ما قامش في معاده تقولوني بشكل مباشر